انا الصوت جاي اسمعه نامال ابو البستان. وين راح هذا؟ وين اختفى؟ سلام خاف نروح ويكذبونه. اسكت اسكت، اكو شيء هنا. وشنو هذا الصوت؟ صوت غريب يا معود. قلبك مال اسد انت، انا خافن. لا تخاف، وبكل شيء خليك جريء. خلينا نروح وراه ونشوف شنو هذا الصوت. مشينا على كيفك. اوقف هنا الصوت. سالار جاي اسمع ذا الصوت يخوف. ماكو غير حل، على قولتك صدق خاف يصير بينا شيء. خل نروح نصيح ابونا ونجي ونخليه يشوف هذا الحدث بعيونه. نفس ما قال حسون علاوه بالمزرعه راح يختفي. مشينا لابونا. امشي علاوي، خطيه علاوي، خذوه علاوي. لا خطيه، لا تحاجوا علاوي، لا تحاجوا علاوي، لا تحاجوني. شدك ويا علاوي، راح تهجم بيتي بويا حسون. حسون بويا يا علاوي جاي تحكي علي. حسون علاوي صعبوه، صعبوه علاوي، خطيه بس لا تحاجون علاوي، خطيه علاوي. حسون بابا روح ادخل جوا، ادخل جوا بابا حبيبي، ادخل جوا. يا الهي دخيلك، وين صار سالار؟ توحى بس لا يصير عليهم شيء. ومنو هذا علاوي؟ دخيلك يا الهي. لك سالار انت بس قل لي تخبلت راح تحاجبوني. لك توحى شلون ما تريد نقل له؟ هاي صار ثالث مره الحكي اللي يقوله حسون جاي يصير. لازم نقل لابونه ويصير عنده علم. هم صدق سالار، الشيء جاي يصير، ابوي ما مهتم له، وهاي صار ثالث مره. هذا الموضوع عبد ما يسكت عليه، ابوي ما جاي يثق. لازم نخليه يثق بكلام حسون ونخليه يشوف الحادثه بعينه. واقول لك شغله وحده، انا سامع بوحي الخيال، يصير وحي الخيال ركب حسون. سالار هذا الحكي ما يفيدنا، خل نروح لابونا ناخذه ونروح لابو البستان بلكت نلقاه. امشي بويا. لك بويا، بويا الحق، بويا الحق ابن الحق. ها بويا سلامات، شبيكم تركضون؟ بويا يا سلامات، حسون كل اللي جاي يحكي جاي يصير، وهاي ثالث مره الحكاه صار. اريدك تشوف بعيونك ابو البستان راح. بويا سالار انت ايش جاي تحكي؟ تريد تخبلني؟ يا هو ابو البستان هذا. بويا ابو البستان علاوي اللي ذكره حسون، رحنا له اشتري خضروات واختفى. بويا الظاهر انت ما تصدق. امشي انا خل اشوف. امشي 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 بويا. بويا انت مو قلت ناخذ الروح هاني حسون بس لا يطلع وحي الخيال؟ بويا ما اريد اي واحد يضرب هاي السالفه، خلنا اروح اشوف بعيني وانا اعرف اتصرف بعدين. امشي امشي بويا. بويا سالار ابوي هذا البستان مهجور ما حد بيه. بويا هو ابو البستان هذا مكانه وهنا عايش، والصوت اللي سمعناه مات ابو البستان بهذا الاتجاه. امشي نروح للاتجاه اللي اختفى بيه. ايه؟ لازم نلقى اثار موجوده. يلا بابا. ابويا تعبتني كل اثار ماكو هنا. بويا الصوت هنا سمعته، الصدى مال ابو البستان هنا. شوفه وين، شوفه وين. بويا هاي اثار رجلين. بويا هاي عادي هنا مكانه. امشي شوف بويا هذا الاثر وهذا قميصه. يا بويا سالار بويا غسل. سالار قميصه موجود بس ابو البستان ماكو. الظهر اكو شي بهذا البستان سالار. اذا انت ابوني وهيك رعبتني ورعبت نفسك وعرفت الموضوع بس ردفتهم، موضوع هذا القميص شنو؟ سالار هذا الحكي بعد ما يفيد، عوفه امشي للبيت وخلني نشوف اخوك حسون وين هسه. سالار بويا انت مو قلت انا اعرف لواحد روحاني تروح تجيب لي هسه للبيت؟ راح قدامكم اشوف حسون اخوك، خاف يسوي له شغله منا منا، خاف يحكي له هم حكايه وتطلع لنا بلوه جديده. ماشي روح. رايح قدامكم. اقول لك توحي قبل لا نوصل لهذا الروحان تعرف انت، بس قل لي فيد وين حسون، لان حسون يمكن ركبه وحي الخيال. سالار سولفوا له علي خوش روحاني وذاك هو قاعد يمشينا علي. يلا. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام، تفضلوا ولدي. زاد فضلك شيخ، ان شاء الله تبيك البركه وسمعتك معروفه. عندنا اخونا شويه لازم توحي الخيال، وريدك تخلصنا من هاي السالفه، لان هذا الشيء اذا سمعت به المنطقه راح تهج. وحي الخيال فيه وهيج هاملينه وحده؟ اي والله عايفينه وحده، ان نريد من يمك تمشي ويانا وتعالجه. صار ولدي تدللون، يلا مشينا. الفلوس بالحديقة، الفلوس بالحديقة، الفلوس بالحديقة. يا ابوي وين صرت؟ ما تقول وين صرت؟ انت هذا الروحاني. السلام عليكم. عليكم السلام. بويا انا ما تاخرت، جبتك الشيخ وجيت. بالبركة ان شاء الله، استريح عم استريح. هذا عرف هذا من جبته هذا؟ اني انت عارفه والله خبرك. هذا عرف هذا. اقعد. خليه يروح راح يعرفني، راح يعرفنا هذا. استريح شيخ. يا الله. هذا علاجه يمي، جيبوا لي اياه. قوم سلام
ما اروح هذا خاف منه. قوم خلينا عالجك قوم. روح خليه يروح شحتي. ما اروح. اقعد. وقل اعوذ برب الفلق. هذا ظهرك وبزون راكبه براسي. شنو شيخ؟ بزونه متلبسه براسي؟ هذا الشيء مستحيل يصير. شيخ جاي كل شيء يقوله جاي يصير. ابني هذا جاي يقوله صحيح، وهذا علاجه مو يمي، هذا علاجه بالهند. لك سالار، لك يا هندي بتحكي علي، تقول لي عندي روحاني وخوش روحاني، تريد نروح للهند؟ بويا شو اسوي؟ اذا حتى الروحانيه ما قدرت لي ما بدنا شيء بعد. وصايع علي؟ هذا علاجه مو يمي. بس بعدين راح يفيدكم بهواي امور هذه وانا رايح.